رجعنا للبلاتو الماتينال وللختامة مع نشرة الخنار وأجندة الماتينال دونك مولة الخنار الكل عسلامة ومرحبا بكم في نشرة الخنار. الأخبار الأولانية عن الممثلة المصرية ياسمين صبري. ياسمين خطبها الممثل الكويتي عبد الله بهمن وهي رفضت. كيفاش؟ عبد الله دوموند دو مارياج اللي عملها لياسمين أخيب منها ما فماش، بعث لها في الماسنجر وقال لها كوكو بيبي، سمعت بك مطلقة وأنا زيد مطلق ومستعد ناخذك. ياسمين ما جاوبتوش، خليت له فيو. سي عبد الله ما أيسش وكتب على الانستغرام وطلب من أمه تخطب له ياسمين. قال لها يا أمي راني نحبها، أبيها، أشتريها. ياسمين فدت بالأخص بعد ما سمعت أنه هالفنان الكويتي نفس المساج اللي بعثه لها بعثوا قبلها للممثلة مي عز الدين. عادش عملت ياسمين؟ ما خسرتش حتى ترجع عليه بأي ولا لا، تو سامبلومون فسخته وبلوكيته. يستاهل قليل حياء، مش على خاطر قال لها انت مطلقه وانا مستعده ناخذك، ولا قليل حياء على خاطره يدور بالكمشه يخطف في النساء. ها على خاطر قال لها كوكو بيبي، خايبه على الاخر. الخبر الثاني على المنتج المصري محمد السبكي اللي اعلن انه قاعد يفركس على ممثل اخر باش يعوض به الممثل محمد رمضان في بطوله فيلم حمله فرعون. الناس ما فهموش شيء، علاش السبكي يحب يعوض محمد رمضان؟ تأييم التلتالي بركة قاعدين مع بعضهم، لاباس عليهم، ينبو في الجلسات التحضيريه للتصوير، ايش تولى عليهم؟ العصفوره قالت لي انه الممثل ولا الممثله اللي يعرض عليهم محمد السبكي يشاركوا محمد رمضان للبطوله يرفضوا، ما يحبوش يخدموا معاه، رمضان اسمه على جسمه وشيح لهم ريقهم. اما من معرفتنا به وبالنرجسيه نتاعو وصحه الراس نتاعو ينجم يشد بونتو، ينتج الفيلم لروحه ويخرج لروحه ويمثل الشخصيات الكل، يحجم وينحي مريوله ويعمل دور البطل اللي باش ينقذ حبيبته، يقرع ويطور ريحته ويلعب دور الشرير، والدور البطله يحط باروكه ويعمل حمير كهو في الفيلم. اخر اخبار جينا من بريطانيا وين الشرطه نتاعهم غادي نشرت تصويره نتاع مجرم قام مع عمليه سطو على مطعم. تصويرة المجرم خذوها من الكاميرات سيرفيونس نتاع المطعم. الناس شافوها وطرشقوا بالضحك. المجرم يشبه فوله وتقسمت على اثنين للممثل دافيد شويمير، الممثل المعروف باسم روس في السيري العالميه فريندز. روس كي شاف المجرم اللي شبه له قام يفدلك ونشر فيديو تثبت انه وقت وقوع الجريمه كان في امريكا، زعما هذاك دليل البراءه نتاعو. وحتى الشرطة البريطانية طلعوا جماعة أصحاب جو، ومكتب التحقيق هبط ستاتيو وقال بعد البحث والتدقيق نأكد لكم أنه روس مش هو المجرم اللي فركسوا عليه، من فضلكم ما عادش تكلمونا تبلغونا أنكم ريتوا المجرم في التلفزة يبوس في جينيفر أنيستون. أكها ونشرة الخنار وفات على فخشين. يعطيك الصحة درة، برافو. عجبتني فاست روس على الاخر. عجبتك فاست روس؟ حتى انا عجبتني فاست جوندا المدينة. اخدم على روحك ماركي سايعك. اكتب يا حسين. صباح الخير وصباح الفل، مرحبا بكم في اجندا الماتينال لنهار الاثنين 29 اكتوبر. نبداو الاجندا هذايا، تعرفوا اللي تسي توا عطله الصغار، اي دونك بمناسبه العطله عطله الاسبوع هذايا نلقاو في حديقه البلفدير من تنظيم جمعيه احباء البلفدير ان سيجور ارتستيك، عطله فنيه للصغيرات تبدا نهار الاثنين، تبدا اليوم 9 متاع الصباح وتتواصل حتى نهار 2 نوفمبر، وين تنجمو تلقاو باركور ارتستيك للصغيرات، دونك تهزوا صغيراتكم غادي تحضروا لهم ديجوني نتاعهم يعديو نهير فني، تعلموا برشا حاجات في ليزاتوليي اللي باش يلقاوهم في حديقه البلفدير. نتعداو ليفينمون الثاني سامحوني من تنظيم روتاري. روتاري تنظم كونفيرانس يشرف عليها الدكتور رمزي الوحيشي بعنوان لا لشلل الاطفال، تلقاوها في نزل ذو ريزيدانس اليوم مع 6:30 نتاع العشيه. ليفينمون الثالث يجينا من سوسه وين نلقاو تريبيوس لايف باند في مقهى بونابارت في سوسه مع 7 نتاع العشيه، يشيخكم برشا موسيقى لاحباء الموسيقى، تبداو اثنين نتاعكم برشا جو. تتواصل في صفاقس حمله
ما يركبش، حبيت نعاود نحكي لكم عليها. الحمله هذه اللي تحكي كي دينونس التحرش دونك في وسائل النقل العمومي، دونك اشتاج ما يركبش، قلت لكم اللي هو يشبه الاشتاج ميتو اللي كانت عملته فنانات وممثلات في امريكا في بوليود وفي كان. ما يركبش الاشتاج هذيا، تنجموا تلقاو ابليكاسيون بعنوان ما يركبش اللي انطلقت الحمله هذيا من محطه باب الجبلي في صفاقس ومتواصله في جميع المحطات، تتواصل حتكشي دونك الحمله حتكشي كيف كيف 30 اكتوبر دونك اللي هو قدوه. تنجموا دونك تكونوا على الباج نتاع ما يركبش كيف كيف، اذا كنتوا عرضه للتحرش تنجموا تكتبوا ان ستاتيو، ولا حتى ما كنتوش فو دينونسي تو سامبلومون التحرش تكتبوا ان ستاتيو هذيك لو هاشتاغ هذايا ما يركبش. كانت هذايا اجندا الماتينال نهار الاثنين، نتقابلوا ان شاء الله غدوه كان حين ربي في اجندا جديد. ميرسي بوكو حبيبه. الوغ لي ريميرسيمون البنات، نبداو بدره. اوكي تاخذ نفس نتاعها صحيح. كالعاده نقول ميرسي الوات الناصر. الوات الناصر تلقاو فيها حوايج الصغار والكبار، لي زاكسيسوار، السيكان، الصبابط، كل شيء تلقاو فيها. كان تحبوا تفهموا الكونسيبت تاع الوات ادخلوا الباج فيسبوك اكتبوا الوات الناصر تفهموا كل شيء. انا حبيت نشكر برشا برشا بوشيك على اللبسه المزيانه هذيا، ونشكر كيف كيف فيروزه على لي اكسسوار اون كاليغرافي عرب. تلقاو لي كرياتور لي كرياتريس هذوما الكل اكسبوزي في الدوكان، دوكان ستور في طريق المرسى على يدكم يمين، وانتم ماشيين من تونس على يدكم اليسار وانتم خارجين من المرسى مقابل استاد الكره. تلقاو لي باج فيسبوك وانستغرام الدوكان فيروزه اي بو هو شيك. ميرسي بوكو. ميرسي بوكو لي فيي، ميرسي بوكو البوتيك إلو، تلقاو في طريق سكرى بوتيك حوايج نساء ورجال كبار وصغار، فيه ديزاكسيسوار فيه كل شيء. نمشيو نشوفوا نوفيل كوليكسيون خريف وشتاء 2018-2019. كيف كيف نحب نشكر سونتر ديستيتيك باك ستيج في العوينه اللي هو سونتر ديستيتيك نساء ورجال، اللي يحب ولا قرب عرسه ان شاء الله نساء ولا رجال ينجموا يمشيو يشوفوا الباك ستيج والفخفي اللي عاملينه للعرايس. ما بقالي كان نقول لكم بسلامة، وتابعونا كالعادة في الماتينال من 2 للجمعة من 9 لل 11 متاع الصباح على قناة التسعة.